السلام عليكم، تقبل الله صيامكم. اليوم اختارينا لكم ميني بطبوط معمر بالطون، كيجي من فوق وزوين. بقاو معنا دوزوا المقادير. باش نصايبوا البطبوط ديالنا غادي نحتاجو 5 ديال الكيسان ديال الطحين بيض، و 3 الكيسان ديال الدقيق الفينو، ملعقتين ديال الزيت نباتية، ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وملعقة كبيرة ديال السكر والماء الدافئ باش نجمع العجين. كنخلطو الدقيق مع الفينو والملحة، كنضيفو الزيت والخميرة والسكر سنيدة، كنكونو ديجا درناهم في واحد الكاس مع شوية الماء، حتى هما كنضيفوهم مع العجين وكنبداو نجمعو العجين. المهم أخت ديالي هي اللي عجنات هاد البطبوط. كتعلك العجينة مزيان، القوام ديال العجينة ديالنا هو هذا من بعد ما تجمعات. كتغطى ببلاستيك غذائي، نغطيوها مزيان ونخليوها تخمر واحد نصف ساعة ولا 20 دقيقة. بعد ما خمرات لنا العجين كنقطعوها وكنبداو نخدموها. كنرشو الدقيق على سطح الأعمال وكنبداو نقرصوها وندلكوها بالمدلك مزيان، خليوهاش رقيقة بزاف. وكنبداو نقطعوها دوائر. المهم راه ما عندناش قطعه، نقطعو غير الكاس ديال الميكسور، عندو زلافه واللي عندو قطعه يقطع بيهم دوائر على حساب الحجم اللي باغي هو. وكنديروهم شي طاوة، نفرشو ليهم شي شوك ونغطيهم، نخليهم يختمروا واحد شي شوية 10 دقائق تقريبا، ونمرو الحشوة ديالنا. واحد العلبتين ديال الطون، شوية الزيتون رونديل، شوية المايز، جلبانة والطماطم والخس. كنخلطو كل شي في واحد الإناء، الزيتون والطون ومايز جلبانة. الحشوة كتبقى على حسب الاختيار، باش ما بغيش تعمرو كنضيفو المايونيز وكنخلطو كلشي. ممكن تعمرو بالفرماج وبيض مسلوق على حسب كل واحد الطاو ديالو باش ما بغي يعمر. سخنا الفراح مزيان وكنوضعوهم فوق الفراح، ولا شي مقلاه تكون مزيانه حتى هي نقدروا نستعملوها. كيبداو ينتفخوا شويه كنبقاو نقلبوا فيهم باش يتحمروا مزيان. المهم هو الاستمرار في التقليب ديالهم. وهالبطبوط ديالنا واجد. المهم كندوزو التعمار ديالهم.
حطينا شوية خس شوية طماطم فوق نعمر البطوة اللي صايبنا. المهم هاد الكيلو تقريبا اللي درنا ديال الدقيق والفينو تقريبا عطانا شي 55 حبة. ممكن غادي نحتفظو بيه في المجمد، ديرو في شي بواطة مزيانة ونسدو على مزيان. المهم نفتحوه عاد نديرو في بواطة ولا في بلاستيك غذائي ونبقاو نستعملوه ايام رمضان ان شاء الله. المهم هو هذا البطبوط ديالنا معمر وجد، كنتمنى تجربوه وتحاولوا الراحة والله يتقبل الصيام ان شاء الله.